عندك اغراض؟ عندك ملف حواجه؟ نجدت هالختيارة بتكون ستة لدلال وصال. يا عيني قديش حقه هذا؟ 300. افتح ايدين اجاك الرزق. حاجتك. السلام عليكم. كل ما بتعطس بيرجع فيها الزمن لورا وبتعلق بحياتها السابقة. يا عيني. ويا مين مرجعها على البيت بعد رحلة ضياع بتشبه ولد صغير مضيع بيت أهله. ويا ويلو اللي حواليها إذا عطست. أتشي! حكمة عمة وصال ودلال تلاميذة إلهم الأولوية عندها لدرجة إنه بتمر عليهم واحد واحد لتضمن إنه ما يتأخروا على الصف. انزلوا 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 تعي لهم. ماسكة هالمسطرة وماشية على قياس بكل تفاصيل الحياة. أنا سكينان وينهم؟ شو ما جوا؟ بلا إجوا بس ما وسعوا بالسيارة فحطيناهم بالطبون. طبون؟ زين زين انت وياه الضحك من غير سبب قلة أدب. لذلك قليل لتضحك وإذا ضحكت بتندم. والله يعين جوزة أبو النور. هذا أبو النور زوج حكمة المدرسة. عنده مشكلة إنه ما بيجيب أولاد. ويلي بيسمع حكياته مع حكمة بيقول مسكين القطة بتاكل عشاء. إيه أبو النور قلي على السريع شو بدك؟ ما بدي شي بس دقيت لك مشان أعرف قديش بدك تاكلي وقت مشان جهز الطبخة. يا روحوا لأبو النور. ماشي إلى اللقاء. ناجية اختها لحكمة وبنتها لنجدت. بتغني بمطعم ببيروت ضحكانة على طول رومانسية وقلبها معبى حب وعشق. يا عاشقة الوردي إن كنت على وادي. يا عاشقة الوردي على وادي. فحبيبك منتظر. عاصي غير انه هو صاحب المطعم اللي بتغني فيه ناجية، هو العاشق المتيم فيها بس مو مستعد يعمل ولا خطوة. فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد. يا عاشقة الورد.
الخطيب وصال، صاحب المواقف الشجاعة والجبارة الأبضاي. إلا لما بيكون بهذا الموقف. دلال بعيد الحب بيجيها خبر وفاة خطيبة. من هداك الوقت تحدت الموت بالحب، وما ممكن إلا تلاقي لون أحمر بلبسها. سكرت قلبها على حبيبها اللي مات وفتحته على محبة الناس. غير إنها مرشدة نفسية وبتهتم بالطاقة، ضلت لوقت طويل تهتم بأم حبيبها اللي مات وتزورها كل نهار جمعة. دلال هي شق التوم لوصال. أنا وصال خطيبته لصبحي، كان كتب كتابنا بعد كم يوم. ظنيت أني كنت عايشة حياة طبيعية، لحد ما بيوم من الأيام يستنجد فيني زميلي بالجريدة. وصال بوس إيدك. شو؟ ما في وقت أشرح لك هلا، هذا ملف فيه مستندات مهمة وخطيرة كتير. وبيسافر، أو بالأحرى بيهرب برات البلد لأنه تهدد. من فضولي فتحت الملفات وعيني ما صدقت اللي قريته. ومن وقتها نسخت الملفات على سي دي وحرقت كل الملفات ووقفت حياتي على هذا السي دي، وبلشت رحلتي مع أسماء كبيرة بهالقضايا الكبيرة. صفقات بملايين الدولارات لبيع أسلحة وتهريبها لجوات البلد، صفقات مرعبة لبيع أطعمة فاسدة وترحب الأسواق. ما كنت مفكرة أنه القصة معقدة أكثر ما بتوقع. جوزيف، جواد وهالة اللبنانية أرملت المرحوم اللي ورثت عنه حتى مصايبه وطورته بهالقضايا. وأنا كمان تياستي ما كان إلى حدود، لدرجة أني أزيت عيلتي بالكامل. حتى أمي حبيبتي قبل ما يلقطوني العصابة قررت أنها تعمل اجتماع للعيلة اللي صار السي دي همهم الوحيد. ماما تركي من إيديك ورحي صفي إيدي أختك، طولت بالنومة مشان الله شو فيها. جايين عماتك وستك على الطريق. ما حتستفيدوا شي، وصال ما حتغير رأيها ماما. لك شو على كيفها؟ شو ما حدا بيمون عليها؟ أصلاً كل قرايبيننا متزاولين منها. خلصنا بقى، بدنا السي دي نحن. ما رح تعطيكم اياه. روحي هلا بوس ايدك امي الله يرضى عليك. وام مسحومه انا تفوت الحمام. حاضر. شو عم ترتكب جريمه؟ وصال وين رايحه؟ شو وين رايحه؟ بدي افركها قبل ما يجوا. كيف عرفتي؟ بالله شو شلون عرفت؟ الست الوالدة مبارح لما عم تحكي مع العيلة الكريمة فرداً فرداً وتقولون تعوا كسروا راسها ومونوا عليها وربوها، كنت أول غفلتي وسمعت كل شيء. اسمعيني أقلك، بتفهمي أمك إنه أنا ما حدا بيمون علي وقت الحق، وهدول الجماعة العيلة كلها خايفين منهم، أنا مالي خايفة منهم، وما بيكون اسمي وصال إذا ما فضحتهم واحد واحد، ورايحة دغري. خاطرك. الله معك. أهلين تيتي. مين فيكم وصال؟ أنا وصال. أصبح هديك دلال؟ أنا دلال، شلونك تيتي؟ مو منيحة. مين فيكم يصار لازمة ترباية وعم تطول وتقصر؟ تيتي أنت بتعرفي منيح أنه أنا وأختي مربايين. أي سديني يعي. تيتي رح ساوي لك فنجان قهوة، تفضلي ارتاحي. أسعي والله بدي كسرها على رأسك. هي خرب بيتكم من حالكم. صباح الخير. إلي حديث مطول معك بس لا أدخل على الحمام. يي الحمام مشغول. لا تقولي أمك هنيك، حلوة تعلق مثل كل مرة. قالتها وخلصت عمي. تفضل. صباح الخير ماما. يا بونجور. حتى أنت جاي تربيني عمي؟ لو كنت عارفانة أنه سهام اتصلت فيكي ودعتك كنت ما أجيت. ممكن أفهم شو عم تساوي هون؟ غريب سؤالك، طبيعي نلتقى هون، ما هذا بيت أخونا الله يرحم. ده
كنت دنياك منك لإلها عريضة حبلانة فيكن ببطن واحد أنا. ليش هيك معطى حالك من صبح مثل القطة اللي أكلة أولادها؟ صباح الخير يا جماعة، رح أعملكن قهوة تهدوا أعصابكم. جاية معك أنا. بونجور مام. تعي لهون وليه؟ وين هالبانة لك سلالة؟ تعي لهون قديم شقيتي عاوزتك كنتين. ايه تيتي فهميني ولي؟ شو هذا الشيء المدور اللي حكت لي عنه سهام واللي قاعده عم تتنطوطي وتهددي فيه الاكابر واولاد الزواج؟ اكابر واولاد زواج؟ ايه؟ تيتي هدول قرطة نصابين، هدول اولاد كلب بدهم ترباية وكسر رقبة. يو عليهم الشلفة. تيتي هدول ناس دمروا البلد، أزوا الناس، لك رجعونا 100 سنة لورا. يو يا لطيف اضحكي رجعوني بقى. انت بوس ايدك. ايش بنا ما حكيناها بلعتها خلاص لبطن امي منيحه. هديك الدبه ما بتسمع معقده وهي سرحة ان شاء الله بتقبر قلبي. شو كنا عم نحكي؟ يرجعونا. ايوه اخ اخ لو يرجعوني لشبابي والله كنت ما انتو من ارضه للي تجوزته ولا كنت اطلعت فيه ولا اخذته. شو كان اسمه ابو شي؟ ابو شو بيربك جوزي؟ جدي. ايوه تذكرتك انت. ايه احكي لي شو اسمه هذا المدور اللي عم تهددي فيه العالم والناس؟ اسمه سيدي تيتي. سيدي وصال عاوزتك ضروري، الموضوع ما فيني اجله اكثر من هيك. بالاذن ماما. انا العي ومين العي انت الاخرى؟ يا عمي تصرفاتك تصرفات دون كيشوتية، لا تمت للواقع بصلة. انت عارفاني هدول الناس اللي بدك تفضحيهم مين هنين؟ بعرف عمي بعرف. لا ما بتعرفي، ما بتعرفي انه وزنك ووزني ووزن عيلتنا كلها ووزن كل العالم عند هؤلاء هو فقط مجرد وزن ذبابة. لذلك بطلب منك تكوني حكيمة كما عهدتك. عدنا عصيت بالمرحاض هالدبة؟ ما قلتي لي انتي مجوزة ولا محكي فيكي؟ لا مالي مجوزة. يا عيني اصبح بتاخدي لي موعد من اهلي بدي احكي فيكي لابني الله يرحمه. ايوه شو ها جرن كبة ولا جحش كوي؟ ان شاء الله ما بيبلع المبسم. طيب عمي في نصائح اخرى؟ اعتبريها أمنية وحققي لي إياها يا وصال وغيري طريقك. عم تمشي بطريق شديد الوعورة. طيب عمي طيب. ايه عمي تعي جاي لعندك لحالي لأنه ما صفي غيرك وهلأ دورك. ايه عمي وينو؟ وينو طموحك؟ ليش عم تشرشحي حالك يا حرام؟ طلعي بحالك حلوة وذكية مو ناقصك شي لتقبي لفوق تعيشي عندي بيروت وصيري أهم صحفية. بالله؟ وعن شو بدي اكتب؟ اكتبي عن التجميل عن الموضة عن الدايت عن المجتمع هيك تكسبي مصاري أكتر. بفهم من كلامك انه خلص ما عاد ترجعي لهون على الشام؟ قال يا رايح كتر ملايح، مو اريح لك ضل بعيده؟ شوفي مين انتو؟ مين وصال؟ صحة هي اللي فتحت لك. خير شوفي شو صاير؟ مين شو الله عرف مبروك؟ على شو؟ إجا العريس أخذها ورا ركبها على حصان أبيض بياخذ العرس. سبحان الله وقت يجي النصيب البنت بتنقطع بخطيفة. شا
طلعوا البال عند النخرة. لفوا تشوفها أخذت لي موعد من أهلها لحتى أخذها لأبني الله يرحمه. أسعي من وانتي؟ أسعي أشوف. يو حدا يفهمني شو صاير؟ عمو أبو سعيد؟ عمو أبو سعيد؟ وين كنتي؟ وين؟ لا انت وين كنت؟ انا مرقت ما شفتك. وين وصال؟ شو عم تعملي هون؟ لا. يلا لجوا. لا انا فايتة لجوا بس انا مو وصال. شلون يعني؟ يعني انا دلال. سميرة! سميرة! يا سميرة! سميرة تعي لهون! نعم نعم مدحك. شوفي لي بسم الله الرحمن الرحيم! يلا قومي اوان اختك التوم جاية تزوريك. دلال؟ ايه؟ اشتقت لك وانا كمان اشتقت لك. حاسة حالي مخنوقة بدونك. لك حاجتك بقى. حاجتي؟ ما صار لي يومين بالمستشفى. هنن يومين بس أنا مالي متعودة أغيب عنك ولا يوم. امبارح كل الليل ما قدرت نام. كان عم يوجعك شي؟ بلا راسي كان عم يوجعني. هي عمتك حكمت رح تتطلق. بالله؟ يلا أريح لها من هالأهبل. أنا آسفة على هذا السلوك بس خلص أنا ما عاد فيني أتحملك أكثر أبو النور. خلصت طاقتي تحملتك كل هذا العمر. خلصنا عم ضب لك غراضك وبدي أشوف عرض كتافك. خليني أعمل لك كاسة لمناضة تروقي دمك فيها تشربيها وبعدين بنحكي على فكرة. على ما يبدو دخل الشيطان بيناتنا. من فضلك حاجة خزعبلات انتهى الموضوع بيني وبينك. روحوا أنت طالق. ما فيك تطلقيني. مظبوط عمتي فايزة مرتو ماجد صوروا في راس جوز اختي هدول عندهم سكودا مصندقة بيك او فيها بفلات عرفتيهم عرفتهم بيجوا كل 3 سنين لعنا عرفتهم بيعيدوا على نوبيل شو بهم قالت وطلقني مثل حكايتك هيك انت مثل ما عم تعملي هلا تمام احذري شو قال له شو قال له ما قال له شيء مدري نسيت اعتمد ابو النور مدري نسيت رح سوى لك كاسة المناضة مثل علم ونهار شربتها وروق دمها بعد ما روق دمها قالت له تقبرني يا روحي قالت له تقبرني يا روحي ابو النور أنا صرت أحسك مثل الحردبة فوق كتافي. حردبة؟ إيه أصف بس طلع تشبيه بليغ وبوقته أنت وزن زيادة حاملته وطاقتي خلصت خلينا نخلص بالمعروف أرجوك طلقني وصلوا ليكي انا ما بحسن اعيش بلاك ولا لحظه انت حياتي كلياتها بعدين عم بكره بالنسبه لي شو ذنبي اذا انت كنت ذكيه وفتحه وانا حمار فعلا يعني في بيناتنا 10 عمر واولاد والذي منه انا قصدي الذي منه الذي منه شو عم تحكي انت طيب انت مين بده يطبخ لك ما بتفرق معي اخر همي طيب مين بده يجلي لك مين بده يمسح لك مين بده يكنس لك مين بده يعزل لك البلاليه مين بده يطبخ لك انت لازم تفرغي لمهامك الصعبه تبع الطلاق والدفاع قصدي يعني تربيه الاجيال هي اللي طالعه كلياتها انت لازم تهتمي بهذا الموضوع شو ساوي لك كاسه المناضه ساوي تراب السخن لكن بعد كاسه الليموناده بتطلقني طيب وبطلقك خلاص ما في مشكلة شو أطبخ لك؟
رز البازاليا. رز زفور، رز زفور. يا أولاد الحرام لك خلصون لك يخرب بيتكم ما تستحوا يا أولاد. حجة بعينك الله يطعمنا زيارته، بس بكير لسه ما عشت حياتي ما عم تمشي السيارة. رجعوا 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 روح لعندهم إلا يرجعوا عاوزتك رجع وينك؟ تعال أقول لك تعال سكر هالباب معيتك ارجعوا. هاي لمين إلا؟ هاي إلي. وين انزل شوي لأن الصوت ما بيوصل لعندك. حاضر. وينه؟ بدي أقول لك شغلة لا تتفاجأ. تشتري هالسيارة مني؟ إيه بشتريها. قدي بدك فيها؟ 600. 600 شو؟ 600 ورقة. ورقة تنطح ورقة ما بتنازل عن قرش. الله يرحم ترابه جوزي أبو فريد يوم اللي اشتراها جديدة خلنج فتلني فيها في شوارع الشام. الله وكيلك صرنا فجة. ايه الله يرحم هديك الايام. تعيش شو قلت؟ على كل حال رح ادفع لك 600 ليرة تكرم عينك. بس المشكلة السيارة مو باسمي، باسم بنتي ناجية وناجية مسافرة. اخذ قلبي سكارسة من الشام لبيروت يا ابو عيون الناس اللي موتي بموت. اخذ قلبي سكارسة من الشام لبيروت. والله انك مثل القمر يا ناجيه، مو ناقصك غير شويه حظ وبيجي ان الله راد بيجي. شو بدنا نحط هلا؟ اي لاينر. واي لاينر يا اي لاينر يا اي لاينر. بس ضروري تجي هي تفرغ لي اياها. ايه بسيطه، هلا بتلفن لها وبتحمل حالها وبتجي. مساك لك هي افتحه، مساك هي مساك هاي اللي بحبش على الجوال. دير وشك ترتب. دير وشك. لا هاي كله شيلها من الارض. ايما اصحى. وين ليك وشعوها لقطه؟ تعال لا رجع 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 اصحى. خد شي هيك ولا هيك افتحوا يلا. بس على رقم 2 مطوله طويله. هاي هاي بنتي ناجيه تفضلي. ها هات كاستي. هي مو بعيدة لحشة حجر بيرو عدت بوساي. ألو أنا مصرة كتير وما رح أتراجع وبدي أفضحهم. يعني خلاص ما في مجال؟ مصرة للآخر واللي بده يصير يصير بقى. بس أنا خايفة. من شو؟ هدول ما حيتركونا بحالنا وأنا بدي أكشفهم حتى لو أزوا أمي. درسي امي درسي كثير الدراسه منيحه. نجدات. ايه انا نجدات. عصمات وهي على بدنها. شو كان اسمها هي؟ ناجيه. ولي ناجيه يبعت حمى للبنات تهمهم للممات. لا تردوا علي ماشي. يلا ها رايحه انا. خليني اشوف عيشه الكلاب اللي بتكون تعيشوها بدوني. يا كلبه انت وياها. وين بدي روح؟ وين باب الصقر؟ حالك قلبي الافراح بتاخذني في بلادي. على راسي الله معك. حبيتك بعيون حلوه
حبيبي يا صباح الله يتوب علينا من المصلحة الزبالة. خلاص ولا عأساس صاحح لك تشتغل دكتور وانت ما بدك اشتغل اشتغل تضرب بها الرأس ملا ترمبة. ايه لك شوية ترمبة لك معلم شوية ترمبة والله عيب مشانك انت سليم مسقط. اشتغل اشتغل. شو بيعرفني وين بيتي انا؟ طيب خالتي وين هويتك؟ ما بعرف يلا اقوام على السريع رجعوني على البيت توفى ابو البنات بده يجي يتغدى تحرك انت وياه. تعال اخذها على المغفر احسن شيء. ليش مغفر يا ابني؟ شو شايفني قدامك حرامية؟ يا حبيبي الله يرضى عليكم وصلوني على بيتي على السريع رح ينزل ضغطي. تعي تعي لاخذك على المستشفى لما يصير لك شيء ونبتلى فيكي. المستشفى لامك فطشوها. شو صوت هي موبايله؟ شعو شعو جواب عسى ايدك عنه شعو. الو الو يا امي ركزي معي ركزي معي ارجوكي ارجوكي انت وين؟ شلون انا بدي اقول لك انت وين؟ انت اللي لازم تقولي لي انت وين؟ ماما ماما ارجوكي اعطيني اي حدا حواليك. مين ما كان؟ ليلى وين انت؟ الو السلام عليكم اخي الكريم لو سمحت بس الوالده شوي مرات بتضيع. انت وين؟ بالضبط وين؟ تمام عرفته. طيب خلي الوالدة معك أماني مسافة الطريق جاي أخذها. ممنونة أخي ممنونة ممنونة جدا شكرا شكرا شكرا. تعيني وين رايحة؟ شو القصة؟ أمي أمي ضاعت يا أبو النور ضاعت. حول ولا قوة إلا بالله هدول ختايرة بضلوا يضيعوا بدهم مين يمسك إيدهم ويأخذهم ويجيبهم حتى يصير فيها شيء يا أبو النور. هاي القصة عم تتكرر كثير وأنا قلقانة جدا. خذوها على المستشفى أو على دار المسنين. نعم؟ آه عم أقول إنه يعني رح يبلش المسلسل تركي على مر السنين. على مر السنين كنت عم حاول إقناع ماما تجي تعيش عندي لكن هي أبت وشائد رغم الرسالة المقدسة اللي عم قوم فيها والطلاب والأجيال اللي عم عمرها وابنيها بس كنت أعطيتها وقتي على ولو قبلت كانت حلت لي مشكلة كبيرة. الحمد لله يا ربي اللي ما قبلت نعمة كبيرة. قوم افتح الباب أبو النور. لك أنا إيه؟ فوتوا فوتوا يلا تعالوا تعالوا شرفوا. أهلين يا حبيباتي أهلين ببراعي من المستقبل. أنا آسفة حبيبي مضطرة أروح جيب تيتي نجدة توصلها على البيت وأرجع أحتخد. مين تيتي نجدة؟ أمي. طب جيبيها خليها تحضر معنا الدرس. مو بالأول للاقيها عمو أبو النور هلا بيسمع لكم كل المحفوظات. أنا آسفة السلام عليكم. مع السلامة مع السلامة مع السلامة. قول يا حيوان خفيف أسئلة أنت يلا لتشوف يعني قاتك تبقوها حبيبتك. كده كفاية كده تجريح كده كفاية كده كفاية أنا اللي حكون معك الصريح كده كفاية. والله مبح صوتي وشحرت وتشحر وانت ما كنت تركب على الطبقة مشان الله ركز معي. هذا جورج والسوف مو حي الله سلطان الطرب هذا غير شكل فوت لي الدربكة لإلا باردون يعني. كده كفاية كده تجريح كده كفاية أنا اللي حكون معك صريح كده كفاية. يا حياتي يا تقبر عدامي أنت شو خلصنا بروفيت؟ شو هالطل اللي عندك؟ أقسم بربي إني تكركبت وركبت وتكرتعت وقلبي وقع بين كعب رجلي ورجع طلع. يا حياتي أنت طب هلا شو خلصتي؟ لك هذا العازف لساته مروكب بده شوية وقت. ليك يا حياتي انت بتآمني بالحب من النظرة الأولى ولا بظهر وبرجع بفوت مرة تانية؟ ناطرك بالمكتب. اوكي جاية ما بتأخر فورا. اسعدني ماما. هذا الكلام غير مقبول على الإطلاق. مو كل مرة رح تسلمي من المخاطر اللي عم تنتظرك بالشوارع. لا إلك حل. بدك تجي لعندي يا ميت أهلا وسهلا حطك على راسي. بدك حطلك شغالة مقيمة كمان على راسي.
أما أنك تبقي هيك لحالك هذا الكلام غير مقبول قولاً واحداً. قولاً واحداً اخرسي. يلا خفوع شوف خفوع، لك لسه ما خلصت الصرف. شد إيدك شد إيدك وخاجة، أنت طالع الشحارات كله، لموا الملاعط من الأرض، لموهم كم مرة بكون تلموهم؟ ورجيني لشوف بري عليك أنت شطو. شو اسمي؟ انزلي يا فرع الله يعطيك العافية حبيبة القلب. يا الله شد إيدك شد إيدك. كلكم قليلين أصل، واحد يقول للتاني فيه عليكم من الأولاد. لك صار لي أكثر من سنتين عم قلكم خدوني شبت هوا على بلودان، الشاطر منكم اللي بيهرب. شو؟ خايفة تحطي إيدك بجيبتك ولا بعبك وتدفعي لك قرشين شمت هوا؟ مو هيك القصة يا ماما، بس فعلاً طريق بلودان مسكر. إيه خلاصي خلاصي قال مسكر قال. لسه الأسبوع الماضي كنا أنا وأبوك هني، وبالعلامة رحنا لعند أبو زاد وأكلنا عنده شو كبة حميص، وغازلني أبوكي وكانوا حاطين يا دنيا لوديع الصافي مدري لفري والله ما بعرف. طيب مثل ما بدك. شو هاي مثل ما بدك ولا دبي؟ شو عم تسايريني؟ إذا مو مصدقة روح اسألي أبوكي الله يرحمه. ليش مات؟ قومي افتحي الباب وليه؟ اسمعيني قلي، إذا حدا سأل عني قلي لهم أمي مدفوسة أو وينك؟ قلي لهم بالسينما. ماني طايقة أشوف حدا، سكرتي الدنيا بوشي قال بلودان مسكرة، مو ناقص غير تقلي لي طريق الغوطة مسكر وبطلوا يصير في زهر. افتحي الباب. يخرب بيتك سكرتي الدنيا بوشي، أريضة شو دبي. مرحبا. فوتي اهلا وسهلا. شو القصه؟ وين امك؟ ماما جوا ما بدها تشوف حدا. اخ يا سهام اللي عملته فيني بالشوارع، مسحت كرامتي بالارض ساعه وانا عم بترجاها ترجع على بيتي، ما رضيت، تركت طلابي والحطه واخر طب الكيل انا اطلع معها دبي. ما بكفيني طلابي، ما بكفيني الديسك اللي برقبتي. على كل الاحوال مالك بطوله السيره، هدي انتي بالصالون منتظريها، بعد شوي بتغير رأيها وبتشوفك. انا مضطرة امشي، تارك الطلاب مع ابو النور عم يدرسوا، خطي بيكون تعب. الله يعطيكم العافية، خلص خلصت القصة حبيباتي. يلا الآن بس تيجي الدرس الجاي بتسألكم، درستوا شو تقولوا لا؟ درسنا. حفظتوا؟ حفظنا. مين اللي درسكم؟ عمّا يا روح كل وقتكم لبرا، يلا لنشوف. الله خذوا غراتكم وروحوا، يلا الله معكم، الله معكم شباب، يلا روحوا غراتكم روحوا يلا. الله مع دواليبكم، يلا شو صار لك تيك مقجم ايدك روح، يلا يلا حبيباتي يلا. توقعت تكونوا انتم لوين؟ المهله خلصيت. طيب شو رأيك تخلص أنت واللي بعتينك لحتى نحنا كمان نخلص ونرتاح؟ لك يا دلال عقلي بقى، ما رح يتركوكم لحتى ياخدوا اللي بدهم اياه منكم. صلنا ست شهور على هالحالة لأيمتى؟ بعدين أنت بنت حارتي، ما بيهون علي فيكي. لو كنت بنت حارتك فعلا ما كنت بتفوت لعنا بهي الطريقة ونحنا تنتين نسوان لحالنا يا عيب الشوم. تعرف شو؟ يخطر لي أحكي بكرة مع أختك سوسن على السويد وإلا شو عم تساوي وكيف صرت، ولا قلك جتني فكرة أحلى جاي عبالي طقك صورة هيك هلأ وانت بالحلة الجديدة، بس ركز لي وشك هيك أحلى صورة بردائك الجديد إرهابي ومتملق. قلت لك ما في فايدة. شو يعني يا باكر؟ شو بدك يعني نقوله للمعلم؟ شو بيعرفني؟ يحرق اختل القصة. خلينا نفتش معناته كمان. بسرعة جماعة تحشوا علينا كمان وأنا خايفة لا تتأخر. يا لطيف شو في معلم؟ الحقوني بسلاح ولا بدون؟ بكامل العتاد. قولي راح امي عينا لك راح امي عينا هاني ما تتحبوا لا لا لا